السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات زبيدة. اليوم بإذن الله سأقوم بتحضير لشنيك بكريمة الحامض، نتمنى إن شاء الله أنه ينالوا إعجابكم وجربوهم. إذا بقوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الممتاز، دقيق الحلويات، بيضه واحده، جوج ملاعق صغيره من خميره الخبز او الخميره الفوريه، كذلك غنحتاجو جوج ملاعق كبيره من زيت نباتي، ساشي ديال سكر الفانيليا 7.5 غرام، كذلك غادي نحتاجو ساشي من خميره الحلوى 7 غرام، غنحتاجو قبصه ملح وزوج معالق كبيرة من سكر سنيدة أو سكر الحبيبات، يمكن لكم تكتفيو غير يعني ديرو بلا سكر إلا مبغيتوش السكر. كذلك غنحتاجو واحد تقريبا 140 ميل ديال الحليب، حليب دافي. إذا نبداو على بركة الله. أول شي غادي ناخد الدقيق غنوضعوه، خلينا نعجنو حتى بيدينا ماشي مشكل. ثم بيضة واحدة، جوج ملاعق صغيرة من خميرة الفورية خميرة الخبز، جوج ملاعق كبيرة من زيت نباتي، قليل من الملح، جوج ملاعق كبيرة من سكر حبيبات، سكر الفانيليا، خميرة الحلوى. ثم غنبداو نضيفو الحليب شوية بشوية. اذا الان بعد ما عجنت العجينه كيف ما كتشوفوا معايا كتجي العجينه رطبه، يعني ما كتجيش قاصحه. هذا هو السر باش غيجيونا باش غيجيونا لي شني كيجيونا زوينين ويجيونا خفاف من الداخل. خصني يجينا هذا القوام ديال العجين، تجينا العجين مطلوقه. غنحتاجو كذلك الزبده للتوريق، وغادي نحتاجو الزبيب اللي غسلته ونشفته، غنحتاجو كريمه الحامض كذلك. غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف، كذلك ستجدون الوصفه على القناه. اذا غنبداو على بركه الله. اول شيء باش غادي نبسطوا العجين ديالنا بالزبده. اذا الان دهنت سطح العمل بالزبده، غنذوبتها وغادي نبدا في تبسيط العجين. نحاولوا نبسطوها تكون غدا بشكل مقاد، يعني على شكل مستطيل. اذا الان بعد ما بسطت العجين بهذا الشكل، يعني على شكل مستطيل كما كتشوفوا معايا، غادي نوضع كريمه الحامض. يمكن تعوضوها بكريم باتيسي ماشي مشكل. انا غنخلي لكم الرابط ديال كريمة الحامض اسفل الفيديو، كذلك غتلقاو الفيديو على القناة. الان بعد ما وضعت كريمة الحامض غنوضع الزبيب. يمكن لكم توضعوا حبيبات شوكولا على حسب يعني الذوق. اذا الان بعد ما وضعت الزبيب ووضعت كريمة الليمون او الحامض، غادا نبدا كنلف غير بشوية، كنلفو هكا. بهذا الشكل هذا حتى كنكملو العجين كامل.
اذا الان انا كملت كما كتشوفوا معايا، كملت اللف. دابا وجدت لاطا، غنلفها بابي ديال الفرن ضروري، لان غتخرج لينا الكريمه وبالتالي غتلصق لينا، فضروري من استعمال الورق. اذا غنستعمل خيط باش غنقطع، كنقطعو بهذه الطريقه هذه لان الخيط كيسهل لينا العمليه. كيجيونا بهذا الشكل، كنقادو ليهم من الجوانب ونضعهم في اللاطه هكذا صافي، وكنخليوهم حتى كيخمروا لينا شويه، عاد كنشعلوا عليهم الفرن. كنبعدوهم شويه لانهم كيخمروا، وبالتالي كيبغيو يكونوا باعدين شويه، مايكونوش مقاربين. اذا انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل. اذا الان بعد ما كملت التقطاع كما كتشوفوا معايا، جوني بهذا الشكل هذا، غنخليهم حتى يخمروا وغنتلاقاو. اذا الان تركت لي شنيك تقريبا نصف ساعه للاختمار. الان سخنت الفرن على 180 درجه مشتعل من الاسفل والاعلى. كذلك قمت بدهن ليشنيك بالزبدة اللي سبق لي ذوبتها. ممكن تستعملوا البيض مع الحليب، او البيض مع ماء الزهر. كذلك ممكن استعمال البيض مع الخل لتفادي يعني رائحة البيض. اذا انا غندخلهم الفرن مدة 20 دقيقة وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. اذا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك ديال اليوم بكريمه الحامض، كيجيو روعه وكيجيو لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله، ونتمنى انهم ينالوا اعجابكم. كذلك نتمنى ان الطريقه تكون واضحه وتكون مبسطه. فما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على الزر جيم لمساندتي ودعمي على الاستمراريه. كذلك الى كنتوا اول مره كتلتحقوا بالقناه، فشاركوا في القناه وانضموا للقناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، زر الاشتراك او سبسكرايب، مع تفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديد الوصفات دائما الرائعة والمتميزة. ما تنسوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعة والوفاء، ونتلاقاو مع فيديوهات جديدة إن شاء الله في أمان الله.